ما بصوا كده كده، انا بعد ما عملت رن اول خطوه عايز ابتدي اشوف النتائج. هتعلم كده وتختار فريمز او كيبل واللود كيس ديد بلس لايف بلس ويند وزر ام 3 3. محتاج ان انا ما اشوفش مومنتس خالص على الفريم ده، على التراس ده كله. هدوس اوكي. بص جاب لك هنا مومنت بيقول لك بس الفاليو بتاعته بزيرو، هنا مومنت الفاليو بتاعته بزيرو. كده واضح ان فيهم مشكله. ممكن انا ابعدهم او اشتمهم او ممكن اسيبهم من الفاليو بتاعته بزيرو، ما يفرقش معايا، ده كانه ما فيش مومنت بالظبط. خلاص تمام، تعالى اظهر لي كده، اختار فريمز او كيبل وبص على الشير وادوس اوكي. نفس الكلام، والفاليوز بتاعته بزيرو، والفاليوز بتاعته بزيرو برضو ما يفرقش معايا، وطالما كل التراس برضو ما فعلوش ايه شير. تعالى اعلم هنا وادوس فريمز او كيبل، ظهر لي الاكسيال فورس. طبعا احنا كلنا عارفين التراس هو ما فيهوش غير اكسيال فورس، في فورسز في الممبر، جوه الممبر، جوه كل ممبر من دول في فورسز. دوس اوكي. بص جاب لك ايه، جاب لك الفورسز اللي واخده اللون الاصفر، ده معناه انها ايه بوزيتيف، ده معناه انها تنشن، واللي واخده اللون الاحمر ده معناه انها نيجاتيف، ده معناه ان في كومبريشن فورس في الممبر ده. يعني هنا مثلا في تنشن فورس ب 144 في الممبر ده، وفي الممبر ده مثلا في كومبريشن فورس ب 128. تمام، عايز اظهر الكلام ده في جدول، لان هو هنا طالب منك في السؤال بيقول لك عايز، بيقول لك لو الديد بلس اللايف بلس على الديد بلس اللايف اكبر من 1.2 هيبقى الديزاين فورس ديد بلس لايف بلس ويند، وفي كونديشن تاني لو اصغر هيبقى الديزاين فورس ديد بلس لايف. هتعمل الكلام ده ازاي؟ هتيجي هنا تدوس لي ديسبلاي شو تيبلز. تمام، مبدئيا هنا هعلم اختار element output، ادوس هنا على الاكس تفتح لي فريم اوتبوت، ادوس هنا وتختار لي element forces frames. تعلم على النقطة دي. حلو، ايه اللود باترنز اللي انت عايز تجيب نتيجتها؟ الكلام ده لا انا مش عايز اجيبه، ولا نتيجه الديد ولا اللايف ولا الويند، امال عايز تجيبه نتيجه ايه؟ بص هتلاقي حاجه اسمها سيلكت لود كيسز، اختار لي ديد بلس لايف وديد بلس لايف ويند، التو كومباينيشنز اللي احنا معرفينهم، وهتدوس اوكي. تمام، وبعد كده تروح دايس اوكي. اوكي بيقول لك نو لود باترنز ار سيلكتد دونت يس. تمام، بص هنا بيقول لك فريم تكست، ده فريم رقم واحد. بص فريم رقم واحد جاب لك ايه؟ ده ديد بلس لايف بلس الويند، وده ديد بلس ايه بلس اللايف. بص جايب لك الستيشن واحد، بيقول لك عند الصفر وبعد بوينت 3 من الستيشن، بعد بوينت 75. والستيشن لو تفتكروا كل فريم، يعني ده فريم واحد ده طوله 3 متر. بص في خلال ال 3 متر مقسم لك، بيحسب لك المومنت الفورس عند كل نقطه، مع انه هو نفس الفورس من اوله لاخره. لا انا عايز اقول له احسب لي وقف لي عند اول، عند الستيشن عند صفر وعند 3 متر في اول فريم. تمام، وهات لي نتيجته الديد بلس لايف بلس الويند، واحسبه لي برضه في اول فريم، وقف لي عند صفر وعند 3 متر هات لي الديد بلس اللايف. اعمل الكلام ده ازاي؟ مش عايز ياخد ستيشنز كتير، مش عايز يقرا عند كذا نقطه جوه الفريم الواحد. هعمل ايه؟ دوس لي دان من هنا، فك الاناليسز واعمل كنترول اي. تلاقي في حاجه اسمها هنا الساين فريم، تلاقي حاجة عندك اسمها output stations، اهو output stations. خلي لي دي بواحد وشيل لي المارك من هنا ومن هنا وادوس اوكي ونعمل run تاني. تمام، جاب لك كده انا عملت ران. تعالى بقى ديسبلاي شو تيبلز، ونفس التيبل اللي انا كنت معلم عليه اللي هو فريم اوتبوت، بس هنا اللود باترنز خليها لي كلير اول، واللود كيسز زي ما هما الاثنين لود كيس، وادوس اوكي. بص جاب لك هنا بيقول لك فريم واحد، بص شايف بقى اربع ارقام عند اول الفريم واخره، جاب لك ديد بلس لايف بلس ويند، وعند اول الفريم واخره جاب لك ديد بلس لايف. ده بالظبط اللي انا محتاجك تطلعه. هنعمل هنا فايل اكسبورت تو اكسل، او تلاحظ هنا تلاقيه فتح لك فايل جديد اللي هو بوك 1. تمام، انا هنا ولا عايز شير ولا عايز كل الفاليوز دي، انا مش عايزها، هعلم عليها كده. انا دايس كنترول وانا بعلم بحس ان هو ايه يعلم لي عليهم كلهم، وادوس ديليت. طب هل انت عايز اللود كومباينيشن تعرف ان دي نتيجه الكومباينيشن؟ لا برضه ادوس ديليت. تمام، انا عايز كل اللي انا عايزه، هل انا عايز الستيشنز؟ مش هتفرق معايا. تعالى لي على التيبل كده بس اسنتر الحاجات بحيث ان يكون شكلها نضيف. تمام، انا عايز اقول لك ايه هنا، هو بيقول لك في السؤال بيقول لك if الديد بلس اللايف بلس الويند على الديد بلس اللايف اكبر من 1.2،
اعمل ايه؟ خد لي ديد بلس لايف بلس ريند، ولو مش كده خد لي ديد بلس لايف. عايزين نعمل الكونديشن ده. معلش هو الريكورد فصل. بصوا دلوقتي ايه اللي هيحصل، انت كل ستيشن من دول هم يديك عند اولها واخرها. لا انا مش عايزه يجيب لي عند نقطه عند اول الستيشن واخر الستيشن، عايزه يجيب لي نقطه يا دي يا دي. فمثلا هعمل فلترنج ان انا اشيل كل الزيروز الموجوده عندي، عشان اشيل الزيروز اللي عندي كل اللي انا اعمله اعلم على اعلم لي على الكولم ده. انا عايز ان انا اظهر لكل ستيشن اظهر لي عندي 3 متر بس عند اخر الستيشن، هما الاثنين نفس الفاليو عشان اسهل على نفسي الداتا. فهعلم لي على الستيشن دي كده، واجي هنا من فوق اعلم على داتا فلتر، واختار هنا من الفلتر اي حاجه بزيرو وشيلها وادوس اوكي. كده وشال لك اي ستيشن بزيرو. يعني كده انا عندي الفريم واحد عندي قيمتين، قيمه ديد بلس لايف بلس ويند وقيمه ديد بلس لايف. كل اللي انت هتيجي هتعمله هتقول هنا ايكوال، ارجع تاني للشيت اللي عندك. هو بيقول لك ايه في الديد بلس لايف بلس الويند على ديد بلس لايف اكبر من 1.2 اعمل ديزاين بالديد بلس لايف بلس الويند. لو مش كده اعمل لي ديزاين بالديد بلس لايف. نعرف نعملها سهله، اقول له ايكوال اف، تمام. ادي دي الفاليو بتاع الديد بلس لايف بلس الويند على الديد بلس لايف، تمام، اكبر من او يساوي 1.2 كوما فاليو اوف ترو. لو هي كده اعمل لي ديزاين عن طريق الديد بلس اللايف بلس الويند. اعلم على السيل دي، مش راضي يعلم، ثانية اعلم على السيل دي. طب لو مش كده علم لي على السيل التانية، تعمل كوم. عمل ايه هو هنا؟ خد الديد بلس اللايف بلس الويند قسمه على ده، لان الفاليو بتاعته انا قلت له لو اكبر من 1.2 اعمل لي الديزاين ده، هو لا اصغر من 1.2 فاختار لي ايه؟ اختار لي ده. ده نفس اللي ايه اللي موجود هنا في الشيت دي. اخر حاجه موجوده، في حاجه مهمه اخيره. هو انت هنا دلوقتي بعد ما جبت الكونديشن ده وهتيجي تسحب السيلز لتحت كده، بص جاب لك لو تلاحظ ادي ده فريم رقم واحد. بص لكل فريم جاب لك تو فاليوز، هما نفس التو فاليوز ما فيهاش مشكله، بس بص لكل واحد يعني فريم رقم 2 تو فاليوز ونفس التو فاليوز، فريم رقم 3 ايه ده وغير كمان الفاليوز. انا عايز اجيب لكل فريم فاليو واحده، اصل انت مش تيجي مثلا تقعد هنا ديليت وتعلم على دي ديليت وهتعلم في كل دول هتقعد تلغي كل ده من تحت. لا انا عشان ابسط على نفسي الريزلت هعمل ايه؟ انا عايز اقول له ان انا لكل فريم يجيب لي فاليو واحده. هتعملها ازاي بقى؟ انا زي ان انا هجيبها له بطريقة مش دايركت، هقول له if، تمام؟ وافتح براكت، ايه اللوجيك تيست؟ لو ان ده يجي يبص في السيل دي، تمام؟ equal السيل دي، يعني لما يجي يبص هنا لو لقى ده زي ده، الفكرة من هنا ايه؟ فكرة ان انا لو بقول له ده زي ده كوما اعمل لي الفاليو دي. طب ولو لقاها مش كده؟ لو لقاها مش كده اديها لي ايه؟ فالس. فلو تلاحظوا في اول واحده واجي هنا بص هنا لقى ان دي مش زي دي فاداني السيل فاضيه. بصوا بقى لما اجي اسحب السيل دي لتحت اهو جاب لك لكل واحده فاليو واحده. جابها لي ازاي؟ جه هنا بص هنا انا اقول له لو دي زي دي خد لي الايه الكونديشن، لو مش كده ادولي بفاضي. ده الحاجات اللي اتشرحت في الاكسل في الاول، يعني حاجه سهله جدا، تمام كده. اداك لكل فريم الفورس اللي موجوده جواه. كده انت خلصت. بص ان ديتيلز انا كده يعتبر ما فيش حاجه ايه سبتها، تمام، وشكرا جدا.